طيب معايا كده الاسبوع اللي فات اتكلمنا على الكباري وقلنا ان احنا اول جزء في الكباري ان احنا بنحدد ايه اول حاجه اللي هو الهيدروليك ديزاين. الهيدروليك ديزاين هو ان انت تحدد ال اللي هو عرض كل حاجه كل والاس اللي هو عرض كل ايه كل فتحه. في الارش بيج مثلا بتختار الاس من 3 ل 5 وبتقرب الاس الاقرب نص متر. لما نيجي نخش على الار سي سلاب، الار سي سلاب اللي هو الفوزم الكونكريت بريدج بلاش ايه؟ بلاش ارسي سلاب دي خليها بريدج. فهنقول ان ليه نوعين، النوع الاولاني اللي هو اسمه سلاب. طيب بنقول ان في السلاب تايب عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بلاطه خرسانه مسلحه، بلاطه خرسانيه فقط. الحيطه ركز على ده، طبعا ممكن يبقى ابطمنت وبير او بير وبير او ابطمنت وابطمنت على عدد، على حسب عدد الايه؟ عدد الفتحات. عرض الفتحه ده اللي احنا بنتكلم عليها اس. بنقول ان السلاب تايب هي عباره عن بلاطه من الخرسانه المسلحه، بلاطه بدون كمرات عامله زي السقف بتاع السلاب بالظبط خلاص، وبيكون الاسمان بتاعها اقل من او بيساوي 3 متر. يبقى دلوقتي لما انت بتعمل هيدروليك ديزاين لو قال لك ان نوع الكوبري سلاب تايب يبقى لازم تتاكد ان الاسمان اقل من او بيساوي كام؟ 3 متر. طيب كلام جميل. وبعدين قال لي دلوقتي انت بتحط فوق منها كفر خرسانه عاديه او اسفلت. ليه؟ عشان العربيات وهي بتحتك مع الكوبري خلاص كده ما تحتكش مع الخرسانه المسلحه مثلا، تقوم تقلل الدبس بتاع الخرسانه لان هو ده اللي ايه شغال معايا. لا، لو حصل احتكاك تحتك بالايه؟ بالطبقه الخارجيه ده ايه او الطبقه السطحيه، والطبقه دي لو باظت ممكن ان انا اشيلها واعمل ايه؟ كده. طيب فلما نيجي نقول ان السمك ده اسمه تي كفر والسمك ده اسمه طبعا انت عندك الكوبري بالمنظر ده الميه بتعدي كده ماشي الكلام. فاول حاجه لما بنيجي نصمم البلاطه دي بنبدا نصممها على الديد لود. في الديد لود بنقول كده الوزن الميت او الديد لود بتاع ايه؟ بتاع البلاطه دي بيساوي ايه؟ هتقول ان دبليو ديد لود بتساوي زي ما انت بتحسب وزن الايه؟ البلاطه دي بتقول التي اس بالجمر انفوسم الكونكريت زائد انت بتقول حمل الكفر بتاخده انت اقوى مثلا 15 ايه؟ 15% طن على متر مربع او 200 كيلو جرام على ايه؟ على متر مربع. لا، لو احنا حبينا ان احنا نحسبه بالظبط فبنقول ان هو التي كفر في جمر بلين كونكريت، سمك الكفر في الجمر بتاعت الخرسانه العاديه لان هو شبه الخرسانه الخرسانه العاديه الجمر بتاعتها قريبه من الجمر بتاعت الاسفلت. فلو جينا نقول ان التي اس بناخدها من 25 ل 30 سم والتي كفر بناخدها 12 سم تقريبا، من 10 ل 12 سم. وطبعا انت عارف ان الجمر انفوسم الكونكريت ب 2.5 والجمر بلين كونكريت ب 2.2. من هنا هتقدر تعرف ال W ديد لود تساوي ايه. طيب لو عرفت ال W ديد لود بتساوي ايه فانت عندك البلاطه بتاعتك عباره عن لو خدت فيها شريحه، لو خدنا ايه؟ شريحه، فالشريحه دي هتبقى سيمبل بين عليها حمل. W ديد لود تديني مومنت، W ديد لود في الطول ده اهو ما ينفعش يقول ان هو اس. ليه؟ لان اس دي بتبقى من وش الحيطه لوش الحيطه فما تنفعش خلاص كده. انت لما تيجي تصمم اي كاميرا ما بتصممهاش من وش العمود لوش العمود، بتصممها من سنتر العمود لسنتر العمود. فلو خدنا المسافه من السنتر ده كده للسنتر ده كده
فالمسافة دي بنسميها تقريبا اس افكتيف، واس افكتيف هي 1.5 الاس. فدي المسافة دي اسمها اس افكتيف، وليكن مثلا 3.15 على اعتبار مثلا ان انا لو خدت الاس مثلا لو الاس ب3 يبقى 1.5 في 3 ب3 وايه؟ ب3 و15. خلاص كده؟ طيب وبعدين؟ يبقى انا عندي دبليو ديد لود في اس افكتيف تربيع على الـ8. هو دايما يا باشمهندس المومنت بتاع البلاطه بيبقى دبليو ديد لود في اس افكتيف تربيع على الـ8، يقول لك اه، لان انا بتعامل مع البلاطه دي على انها سيمبل بيم، وهي في الحقيقه بتكون سيمبل بيم. يعني طب افرض هو كسبنت، قال لك لا، ما هي البلاطه دي بتبقى او الباكيه دي مالهاش دعوه بالباكيه دي، مالهاش دعوه بالباكيه. طيب وبعدين؟ قال الجزء الثاني انت بتتعامل مع اللايف لود. فاللايف لود بتاعك، اللايف لود اللي انت بتتعامل معاه هو عباره عن لوري 20 طن، عربيه نحت وزنها 20 طن. العربيه دي شكلها ايه؟ قال لي العربيه دي كده. ليه؟ اربع عجلات، عجلتين قدام وعجلتين ورا. العجلتين اللي قدام انت طبعا متقسم ال 20 طن، فالعجلتين اللي قدام 4 طن و4 طن و6 طن و6 طن. المسافه لو انا بقيس المسافه من السنتر، فالمسافه من بره لسنتر العجله بنص، ومن سنتر العجله لسنتر العجله باتنين، وهنا بنص. وبعدين المسافة من أول هنا لحد السنتر بواحد، ومن السنتر للسنتر بأربعة، ولغاية هنا بواحد ونص. تمام كده؟ المسافات لو أنا عايز المسافات الحقيقية، فأنت عندك المسافة دي مش من السنتر يعني بربع، عرض العجلة دي بتبقى نص من وش العجلة اللي جوه لوش العجلة اللي جوه متر ونص، والعجلة دي واحدها نص، والمسافة دي ربع. الأبعاد دي لازم أنت تكون عارفها كويس أوي وحافظها، خلاص كده؟ ده اللوري اللي المفروض أنت بتشتغل عليه، وده اللي المفروض إن أنت بتقول إن هو ده بيعدي معاك. طيب سؤال يا باشمهندس الأول، هو لما تكون المية هنا أهو، يبقى العربية بتاعتي هتعدي موازية للإيه؟ للسبورة، صح كده؟ العربية بتاعتك هتعدي موازية إيه؟ للسبورة، معنى إنها بتعدي موازية للسبورة يبقى أنا هشوف العجلة دي زي والتاني تاني، أبطنت يمين وأبطنت شمال، أو حيطة يمين وحيطة شمال، والمية بتعدي ما في النص ما بينهم كده، يبقى العربية بتعدي كده، يبقى أنا هبص للإيه؟ للعربية من الجنب، هيبان معايا العجلة على إنها دايرة، صح كده؟ طيب لما تبان العجلة معايا على إنها دايرة، دي مش عجلة واحدة، دي عجلتين اسمهم 2 بي. حلو؟ طيب لو بصينا في الاتجاه التاني، هنلاقي إن الكوبري أهو، ده عرض الكوبري. عرض الكوبري انا عندي عجله يمين وعجله شمال، عجله يمين وعجله شمال، وعندي الحمل ده اسمه بي، والحمل ده اسمه بي. الاحمال دي المفروض انها احمال كونسنتريتد، ولكن نتيجه وجود خرسانه عاديه مع تسليح مع الكلام ده بتتحول الاحمال بتاعتي لاحمال ديستريبيوتد، بتفضل تنزل لغايه ما توصل لحديد التسليح. فالاحمال الكونسنتريتد بتبدا تتوزع لغايه ما توصل لحديد التسليح. طيب فحديد التسليح ده هو كده، لو جينا نبص لشكله عامل ازاي، فيبقى شكل حديد التسليح اهو. اشمعنى يا باشمهندس الشكل ده؟ قال لك لان الحديد الرئيسي هو اللي بيبقى في الاتجاه ده كده. تمام، في الاتجاه القصير او في اتجاه ايه؟ الحمل. ما هو الحمل دلوقتي ماشي ازاي؟ الحمل جاي من هنا كده رايح للحيطه دي والحيطه دي، فاللي يودي الحديد الحمل للحطين دول الحديد الرئيسي ده،
انما ده يعتبر حديد ثانوي. فلما تيجي توزع الحمل تلاقيه بالمنظر ده كده، ولما تيجي توزع الحمل تلاقيه ان المسافه دي كده اسمها بي 1 بي 2 والمسافه دي خليها بي 1. فقال لي البي 1 تساوي المنطقه دي اسمها منطقه التلامس ما بين كاوتش العربيه والايه والبلاطه، ودي بتعتمد على حاجات كتير، بتعتمد على حمل العربيه وبتعتمد على القطر بتاع الكاوتش وبتعتمد على الضغط وبتعتمد على درجه الحراره ونوع الاسفلت، بتعتمد على حاجات كتير خلاص كده. فلو خدناها بواحد من عشره ثبتناها كده، فقلنا ان منطقه التلامس واحد من عشره زائد التي كفر زائد الدبس بتاع الخرسانه بس اللي هو عباره عن التي اس ناقص الكفر اللي انت ممكن تاخده 5 سم. طيب بنفس الطريقه لو انا قلت لك البي 2، احنا لسه قايلين من شويه ان عرض الكاوتش ده بيبقى نص متر وعرض الكاوتش ده نص متر والمسافه اللي بينهم متر ونص، يبقى المسافه التوتال بكام؟ ب 2 متر وايه؟ ونص. يبقى البي 2 بتساوي 2 ونص زائد التي كفر زائد الدي. طيب سؤال يا باشمهندس، منطقه التلامس اللي ما بين العجله والطريق ماشي، اللي هي الحته ده يعني انت عندك العجله اهي والطريق، ففي منطقه تلامس هنا صح؟ منطقه التلامس دي بقى اللي احنا بناخدها ايه؟ واحد من عشره. مهندس وتوزيع الاحمال واحد من واحد اللي انا كنت لسه هقوله لك بقى، هو توزيع الاحمال في التربه بيكون واحد اتنين صح؟ وفي الخرسانه بيكون واحد الى واحد. طب ده لو خرسانه عاديه، طب نتيجه وجود حديد التسليح، قال لي نتيجه وجود حديد التسليح ده هو خصوصا حديد التسليح ده اللي هو الحديد السلاح الثانوي صح كده؟ بيحصل ان الحمل بيتوزع على مسافه اكبر اسمها بي 3. فلما نيجي نقول لك هي بي 3 بتساوي ايه؟ بي 3 بتساوي بي 2 زائد نسبة اسمها الفا في الاسمان بتاع البلاطة اللي هو اس اف. المهم تاني نتيجة وجود حديد التسليح خصوصا الثانوي، احنا بنهمل تأثير الحديد الرئيسي لان الحديد الرئيسي بيبقى شغلته الأساسية نقل الأحمال. الحديد الثانوي موجود عشان انا بحطه عشان التربيط وعشان الشروخ، بس وجوده بيوزع الأحمال على مساحة أكبر من المساحة بتاعت واحد إلى واحد. المساحة دي اسمها بي 2 زائد نسبة في الاسبان بتاع البلاطة، نسبة في الاسبان بتاع البلاطة، والنسبة دي أنت بتاخدها ب 3 من 10. تمام يا شباب؟ يبقى أنا دلوقتي حسبت البي 3 والبي 1. لما أنت تيجي تقول هي البلاطة دي عبارة عن إيه؟ تلاقي إن البلاطة دي عبارة عن سمبل بيم عليها حمل قيمته بي 2 بي على بي 3. طيب عشان بس دي ناس كانت بتسال فين؟ بص يا باشمهندس انت عندك الكوبري اهو، وده الابطمنت وده البي مثلا خلاص. احنا بنقول لك ايه؟ بنقول لك العجلتين دول بيتوزعوا في مساحه، انا باصص من فوق، بيتوزعوا في مساحة كده وكده صح؟ أهو دي اسمها بي 1 ودي اسمها بي 3، مش عرض الكوبري من أول هنا لهنا يعني، مفهومة دي ولا إيه؟ ها؟ أنت بتعمل إيه بقى؟ بتاخد شريحة 1 متر، فناخد الشريحة 1 متر مثلا كده أهو. الشريحة 1 متر اللي أنا خدتها ده أهي، الحمل اللي عليها 2 بي على بي 3 في مسافة بي 1، مفهومة دي؟ ولا نقولها تاني؟ تاني، بص أنت العجلة أهو، حمل العجل بيتوزع في الاتجاه ده، بيتوزع في الاتجاه ده اللي هو بيفرش على مساحة مستطيلة خلاص؟ فده كده اللي هو بي 1، لان انت لو بصيت للعجله من هنا هتلاقي اللي هي الايه؟ الدايره ومنطقه التلامس اللي هي 1 من 10، صح الكلام كده؟ فبتفرش بالمنظر ده على بي 1.
في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه التاني ده اهو، هي بتفرش كده على اتجاه بي 3 خلاص. فلو جينا نقول الحمل بتاعي ده اهو هو اسمه ايه؟ هو لو انا جيت خدت برضه، ما انا لو خدت شريحه 1 متر كده وشريحه 1 متر كده، يعني متر في متر، خليك معايا، المتر في متر عليه بيساوي ايه؟ المتر في متر من البلاطه مش بيساوي 2 بي على بي 3 في 1؟ ده المتر في متر، ده الحته متر في متر، انا ما بقولش متر في متر، انا بقول البي 1 كلها عليها حمل كام؟ 2 بي على بي 3، مفهومه كده؟ يبقى انت عندك الكاميرا اهي عليها حمل 2 بي على بي 3 في مسافه بي 1، والطول ده اهو اس افكت، الطول ده اهو ايه؟ اس افكت. حلو؟ لما تيجي تجيب المومنت في النص هنا اهو، لما تيجي تجيب المومنت في النص هنا اهو، تلاقي ان المومنت بتاع اللايف لود يساوي ايه يا باشمهندس؟ يساوي بي على بي 3 في اس افكتيف على الاثنين ناقص بي 1 على 4. عادي روح النهارده البيت وحط السيمبل بيم ده هي قدامك خلاص كده، واقعد حل هتلاقي الايه؟ القيمه دي بتطلع، هتلاقي الكلام ده بيطلع لوحده. خلاص كده؟ فما توجعش دماغك واحفظ القانون، القانون سهل مش صعب. القانون ايه؟ سهل مش صعب. يبقى ده المومنت الناتج عن الايه؟ اللايف لوب. بس الكلام ده لازم يتضرب في 1.2، ده اسمه الامباد. يعني ايه؟ قال لك انا وانت والكراسي اللي موجوده دي كده خلاص، دي يعتبر لايف لود صح؟ تمام؟ بس اللايف لود ده هو اي حاجه مش ثابته تعتبر ايه؟ لايف لود، يعني البلاط ده كفر ده ثابت ده ديد لود. انما البنشات واحنا كده نعتبر ايه؟ لايف لود. بس احنا لايف لود نعتبر استاتيك، احنا لايف لود واقفين خلاص كده قاعدين في مكاننا صح؟ يا اما موجودين يا اما هنطلع بره. اللايف لود ده هو ايه؟ عباره عن استاتيك ماشي، ما انت بتاخد تاثيره ان هو استاتيك صح؟ بس هو مشكله لو اتحرك عادي خلاص كده؟ لا قال لك لو اتحرك وفجاه وقف بقى تمام؟ سبب ولو اتحرك تاثيره اقل من ان هو يبقى ايه؟ واقف ده اول حاجه ماشي؟ طب لو اتحرك ووقف، اتحرك ووقف فجاه، هو لما بيقف فجاه بيحصل ايه؟ لما بيقف فجاه العجله بتقوم واقفه صح؟ وبيحصل قوه احتكاك ما بين العجله والاسفلت. قوة الاحتكاك دي طاقة الحركة بتاعت اللوري كلها بتتنقل لحاجتين، فريكشن ما بين الاثنين دول مع بعض خلاص كده، وفي جزء من ضغط الحركة بيتنقل للبلاطة. بيتنقل في صورة مومنت. المومنت ده تقريبا 20% من المومنت الأصلي. يبقى دلوقتي في عندي حاجة اسمها الإمباكت فاكتور. الإمباكت فاكتور ده أنا باخده 20%، لو ما ادونيش فبضرب اللايف لود في 1.2. بس ممكن عشان الدكتور يشوفك انت فاهم ولا حافظ يغير الامباكت فاكتور في المساله ويقول لك الامباكت فاكتور 10%. فيبقى لازم تضرب هنا في 1.1. حتى احنا هنا ساعات بنكتبها كده 1 زائد الاي اللي هي ايه؟ 1 زائد الامباكت فاكتور ايا كان هو. احنا قلنا دلوقتي ان احنا عندنا الكباري، لما نقول ان احنا عندنا كوبري خرسانه مسلحه لينا عين، يا اما بلاطه خرسانيه فقط سلاب فقط تمام كده، او كده انت خلصت السوبر استراكشر بتاعك. احنا اتفقنا ان الكوبري عباره عن اباطمنت وبير صح وينج وول وسوبر استراكشر تمام. فكده انت خلصت السوبر استراكشر بتاع الكوبري السلاب تايب. تعال نتكلم كده على السوبر استراكشر بتاع الكوبري سلاب وزمين جلد. السلاب طيب وزمين جلد بلاطه بكاميرات، بلاطه بكاميرات. شكل الكوبري البلاطه بكاميرات ده عامل ازاي؟ شكله بالمنظر ده. بنقول انا عندي ادي الجزء اللي العربيات بتعدي من عليه، وادي الرصيف الاولاني وادي الرصيف الثاني، وادي السور او الترابزين الاولاني وادي السور او الترابزين الثاني. تحت السنتر لاين ده او تحت الرصيف في السنتر لاين ده هو سنتر لاين اول كاميرا، وده سنتر لاين ثاني كاميرا.
او اخر كاميرا اسف، وما بين كل كاميرا والتانيه في مسافات ال، يبقى ما بين كل كاميرا والتانيه في مسافه ال. بوصل النقطه دي من النقطه دي، بوصل النقطه دي من النقطه دي كده. طبعا عندي دي تي اس، وفي عندي هنا كفر بياخد الشكل ده كده. ماشي تمام كده. طيب ده الكوبري، الكوبري لو جيت بصيت له من الناحيه الثانيه تلاقي ان الكوبري اهو ده الكفر وده التي اس صح، ودي الكاميرا كلها دي الايه، دي الكاميرا، يبقى ده الكفر، ده التي كفر، وده التي اس، ودي كلها اسمها تي جيرل. بس اللايت هنا بس باشمهندس، الكفر ده بقى معمول مقوس ليه؟ عشان المطر، عشان المطر لما ينزل يوقف تمام. طيب وهنا برضه المفروض مقوص، بس مقوص للاتجاه ده كده ماشي، يعني المفروض اعمل طيب ماشي الكلام. احنا عايزين نصمم البلاطه ده دلوقتي، فعشان اصمم السلاب هصممها برضه على الديد لود وعلى اللايف لود. تعالى نصممها كده الاول على الديد لود. انت لما تيجي تحسب الديد لود هو نفس الديد لود اهو، اللي هو ان الدبليو ديد لود بنساوي تي كفر في جاما بلين كونكريت زائد التي اس في جاما انفورسمنت كونكريت، ده اول حاجه. حلو؟ وطبعا هتاخد برضه التي كفر من 10 ل 20 سم، من 10 ل 12 سم اسف، والتي اس من 25 ل 30 سم، وجمع بلان كونكريت ب 2 و2 وجمع فاصل كونكريت ب 2 ونص، وبتجيب الدبليو ديد لود. بس الدبليو ديد لود لما تيجي تبص على البلاطه بتلاقي ان البلاطه ليها مجموعه سبورتات مثلا كده، او عشان نبقى صح زي الايه الرسمه نقول مثلا كده، السبورتات دي على مسافه ال وعليها حمل دبليو ديد لود. يبقى انا من غير اي حسابات اقدر ان انا اقول ان المومنت بتاع الديد لود بيساوي دبليو ديد لود في اللي فرقها على 10، ده كونتينيوس بيبقى مش صح؟ يبقى ده كان دبليو ايه تربيع على 8، او دبليو اس افكتف ايه؟ على 8، انما هنا دبليو ايه تربيع على 10. المشكله يا باشمهندس هو ال ال دي بتساوي ايه؟ قال لك ال ال بتكون من 1.5 ل 2 متر. من 1.5 ل 2 ايه يا شباب؟ ل 2 متر. طيب ليه 1.5 وليه 2؟ خلاص؟ قال لك هو انا لما هبص الاول هو العربيه بتتحرك عمودي على السبوره ولا موازي للسبوره؟ عمود. عمود صح كده؟ يبقى انا لما هبص هنا هشوف يا اما العجل بتاعي مستطيلات صح؟ يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس لما نيجي نرسم او نزوم على حته بلاطه كده، تعالى كده نزوم على حته بلاطه اهو، ماشي تمام. قال لي البلاطه دي اللي زنمنا بين الكاميرا دي والكاميرا دي، انت عارف ان هو ايه؟ ال سنتر تو سنتر، سنتر تو سنتر، المسافه ال. فلو البلاطه دي اهي، لو المسافه ما بين الكاميرتين دول 3 متر مثلا، ده معناه ان العجله الاولانيه ممكن تبقى هنا والعجله الثانيه ممكن تبقى هنا صح؟ طب انا لو عايز عشان اخفف الاحمال بتاعتي خلاص كده، خلاص ان انا ايه؟ تبقى عجله واحده بس هي اللي موجوده ما بين الكاميرتين صح؟ طيب فعشان اضمن ان هي عجله واحده لازم المسافه ده ايه؟ لا تزيد عن 2 متر. ليه؟ لانها لو 2 متر
فلو العجلة الأولانية هنا فالعجلة التانية هنا، صح؟ طيب معنى هنا وهنا إن البلاطة دي مش حاسة بأي حاجة، ده الحمل بيروح للقمر والحمل بيروح للقمر. ولو هي 2 متر والعجلة الأولانية هنا فالعجلة التانية هنا، يبقى هي عجلة واحدة اللي حصلنا عليها، صح؟ ولو العجلة الأولانية هنا فالعجلة التانية هنا، يبقى هي عجلة واحدة اللي أنا هصمم عليها. فأنا بلاش بظبط إن الإن لا تزيد عن 2 متر عشان أضمن 100% إن هي عجلة واحدة بس اللي أنا بصمم عليها. وما دام انت بتصمم على عجله واحده يبقى انت المفروض بتحط العجله دي في النص بالظبط. حلو؟ دي كده؟ طيب ليه ما تقلش عن 6.5؟ عشان مش كل شويه اقعد اعمل كمر، صح كده؟ عشان مش كل شويه اقعد اعمل ايه؟ كمر. طب يعني يا باشمهندس لو كان عرض الطريق 6 متر ال تساوي ايه؟ أو 1.5، صح؟ طيب لو عرض الطريق بـ7 متر تبقى الكم 1.5. لازم عرض الطريق اللي هو ده لما تقسمه على ال، ده اسمه الرود ويدز، لازم عرض الطريق لما تقسمه على ال لازم يديك رقم صحيح، لازم يديلك رقم صحيح. فلما تقسم لما تقول عرض الطريق 7 متر ال ال تبقى تلاقيها ب 1.75 اللي هو رقم ما بين ال 1.5 وال 2، ولو قسمت 7 على 1.75 يطلع معايا ان اربع مسافات، اربع مسافات يعني 5 كمرات. طيب لو عرض الطريق مثلا 8 متر تبقى بكام؟ ب 2. طب لو عرض الطريق 9؟ 1.8. ماشي 1.8 او 1.5 خلاص كده، تمام. ولو 10 تبقى 2 وهكذا. طيب خلاص ماشي، يبقى المومنت بتاع الديد لود بيساوي دبليو ديد لود في قله 4 على 10. طب بالنسبه لللايف لود بقى، بالنسبه لللايف لود اللي هو البلاطه بالشكل ده كده، طبعا انت عارف ان الحديد الرئيسي بيروح للسبورتات، صح؟ فالحديد الرئيسي ما دام ده السبورت يبقى ده الحديد الرئيسي وده الحديد الثاني وده الحديد الرئيسي وده الحديد الثاني. العجله هنا هتبان دايره بس اسمها المره دي بي مش 2 بي عشان هي عجله واحده، صح كده؟ طيب انت بتعمل ايه بقى؟ بتقول له برضه بنفس الطريقه هنقسم العجله دي لمسافه اسمها بي 1 ومسافه اسمها ب2، ونتيجة وجود حديد التسليح ففي عندي مسافة اسمها ب3. ب1 تساوي ايه؟ دي 1/10. ده العجلة ماشية على صفر، ده عجلة بسكليت، ده ويتش العربية نص متر، خلاص نص ايه؟ نص متر زائد تي كفر زائد المسافة دي، دي اللي 1/10 منطقة التلامس. يبقى ب2 بتساوي 1/10 زائد التي كفر زائد الدي، والبي 3 بتساوي ايه؟ ب2 زائد الفا في الاسبان بتاع البلاطة، مش اس افكتيف، في الاسبان بتاع البلاطة اللي هو ايه؟ انا قلت لك الفا بتضربها في الاسبان بتاع البلاطة، فهنا اسبان البلاطة كانت اس افكتيف، انما هنا الاسمان بتاع البلاطه ال، خلاص كده؟ فلما تيجي برضه بتقول ان انت عندك الباكيه دي عامله كده، البلاطه دي عليها حمل هنا اهو قيمته بي على بي 3، مش 2 بي على بي 3، هنا كانت 2 بي على بي 3 في مسافه هنا اهو كده اسمها بي 1، المسافه ده اهي ال، والمسافه ده ايه؟ ال، والمسافه ده ايه؟ صح؟ تمام كده؟ قال لك بس انا مش هعرف احل الكاميرا كده، مش هعرف احل الكاميرا كده. طيب فهنتعامل معاها على انها سيمبل بين. طب هي مش سيمبل بين، بس اتعامل معاها بس الاول على انها سيمبل بين، خلاص؟
وهات لي المومنت بتاع اللايف لود. فهي دي زي دي بالظبط مفيش فرق اصلا، بس في فرق ايه؟ في فرق ان دي 2 بي على بي 3 بي بي على بي 3 ودي اس افكتيف ودي ال. فهتلاقي ان المومنت بتاع اللايف لود بيساوي البي على 2 بي 3 في ال على 2 ناقص بي 1 على 4. هو مش قانون مختلف، هو كل الحكايه ان دي كانت 2 بي في قانون بي على بي 3، انما لما تبقى هنا بي تبقى بي على 2 بي 3، ولما يبقى هنا اس افكتيف تبقى هنا ال. خلاص كده. وهنضرب الرقم ده برضه، هنضربه في 1.2 من 10 بس هنضربه بعد كده في 8 من 10. طب ال 1.2 من 10 ده تأثير الامباكت، ال 8 من 10 دي تأثير الكونتينيوتي. ان انا لسه بقول لك اهو ان البلاطة بتاعتك مش سمبل، بس عشان اجيب صيغة اعرف اشتغل عليها وتعرف انت تشتغل عليها ايه، بنجيب نعمل معاها انها سيمبل ونضربها في 8 من 10. يعني هنا على فكرة كان ممكن اقول لك ان مومنت الديد لود بيساوي دبليو ديد لود في ال تربيع على ال 8 كسيمبل بيم، بس اضربها بعد كده في 8 من 10 هتلاقي هي هياها. ما هو على 8 في 8 من 10 اكنك قسمت على 10. ماشي يا جماعة؟ يبقى انت هنا قانون المومنت خلاص بالمنظر ده. طبعا مش محتاج اقول لك ان الام توتال في الحاله الاولانيه او الحاله الثانيه بيساوي الام ديد لود زائد الام لايف لود، وبتصمم عليهم البلاطه ايا كانت في الحاله الاولانيه او الحاله الثانيه. مش محتاج اقول لك ان البي بتساوي 6 طن، لانك لو هتختار عجله من دول كبيره هتختار اكبر عجله فيها كلها ايه؟ 6 طن، صح الكلام كده؟ سواء هنا سواء هنا. ماشي. اللي هو سلاب تايب وسمين جردل هيبقى نستنى الجزئيه بتاعت المين جردل، والجزئيه بتاعت المين جردل دي خلاص دي كبيره، يعني مش حاجه اللي هي تخلص في مره. خلاص هنخليها السكشن اللي جاي بحيث ان احنا هنفرد لها سكشن كامل، لان انت عندك حالات تحميل حالتين في الشيل وحالتين في الايه؟ في المومنت. فلازم تعرف بتاخد منهم الحالتين دول بتاخد منهم حاله والحالتين دول بتاخد منهم حاله. فلازم تعرف ازاي بتاخد بتحدد الحاله اللي انت شغال عليها وليه وتعمل ايه بالظبط. فدي لازم نعمل لها ايه؟ سيكشن لوحده. زائد ان المين جلدر موجوده بالكوبري خرسانه والكوبري الستيل، واحنا بنتعامل معاهم مرتين.